حلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي حالا اشتركي فيها، واهم حاجه فعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد انا بقدمه في قناتي. ولو عجبك الفيديو بعد ما يخلص اعملي لي لايك للفيديو وكومنت عسل برايك، عشان باخد احلى 3 كومنتات هقول اساميهم الفيديو الجاي وهقول الكومنتات بتاعتهم. لو انت عايزه تخسي ومش عارفه، لو مش عايزه تحرمي نفسك وعايزه تخسي من غير ما تحسي زي ما بنقول، الفيديو اللي فات اللي تحت ده على طول قايل لكم فيه اكتر 5 حاجات فرقوا معايا في التخسيس، وكمان 3 وجبات الفطار والغدا والعشاء الوجبات الرئيسيه تاكليها وتشبعي في نفس الوقت من غير ما تحرمي نفسك. يلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده. وفيديو النهارده هو ريفيو عن الكولاجين بتاع جي كي. مبدئيا كده الكولاجين ده ريفيو عنه، يعني رايي الخاص، مش معنى انه وحش معايا يبقى وحش معاكي، ممكن يكون كويس جدا معاكي بس مش كويس معايا. انا هتكلم عن الكولاجين اللي انا جبته، ما اعرفش فيه اصلي فيه كوبي فيه كده، عشان بنختلف جدا انه حلو معايا وحش معاكي، وحش معايا حلو معاكي، بنختلف جدا على الاراء دي، وكمان على البراندات، وكمان على الكوبي والاوريجينال. فانا مش عارفه فين الكوبي وفين الاوريجينال. هو ده شكله، ف يعني الناس اللي بتقعد تعاند وتقول ده كوبي ده اوريجينال كده، اهو شوفوه ده شكله. برضو الناس اللي بتحب تدقق في الحاجه، دققي براحتك يا اختي، عشان بس الناس اللي بتحب تتحرك قوي في الكومنتات دي. ده رايي الشخصي وتجربتي الشخصيه معاه. مبدئيا كده انا بشرتي مختلطه ومايله للدهنيه، عندي منطقه التي زون، تمام. هو مكتوب يستخدم فيه جلسات ترميم الشعر يضاف على البروتين لعلامات تقدم السن. اوكي، طبعا انا مبدئيا خلصت منه ابوتين انا ومامتي. ده شكل الازازه بتاعته، انا واخده واحده منه بس في جهازي، خدت واحده من مامتي. لا اعتقد دي العبوه الجديده، احنا جايبين تقريبا منه عبوتين، فانا واخده منها واحده وخلصنا 2 تقريبا. هي دي اللي احنا بنستعملها، الجديده لسه ما اتفتحتش، انا واخده منها واحده بس، تمام. انا عماله افتكر هي راحت فين اصلا، وانا بكلمكم نسيت اصلا ان في واحده تانية، فعماله افتكر عشان امي هتنفخني. ما علينا، خلينا في الفيديو دلوقتي وبعد كده نشوف المصيبه دي. ده شكله الست اللي هي الست مع بعض، الست كلها كانت ب 75 جنيه او 80 جنيه مش فاكره، او 60 جنيه مش فاكره. فالازازه كبيره، يعني هي كبيره على فكره، شايفين شكلها حجمها حلو. البرودكت اللي جواها كتير جدا، واحنا اصلا مش بنحتاج غير نقطه واحده. خلينا اكلمكم بقى عن المنتج كامل. اولا المنتج ده تقيل جدا 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 جدا، فالبشره الدهنيه اللي زيي اللي هو يعني عارفين اللي هو تقيل على بشرتي قوي. بس هكلمكم عن تجربتي عنه بالظبط. مبدئيا كده طريقه الاستخدام بتاعته هو انك بتاخدي نقطه منه تحطيه مثلا على الزيت اللي بيتحط على الوش، تاخدي نقطه منه تحطيها على حمام الكريم، تاخدي نقطه منه تحطيها على حمام الزيت، تاخدي نقطه منه تحطيها مثلا على كريم المرطب بتاع جسمك. المهم ان هو ليه استخدامات كتير جدا جدا جدا. ايه اللي انا لاحظته بعد ما استخدمته؟ انا الحقيقه عملت كده، حطيته على حمام الزيت بتاعي، حطيته على الزيت بتاع وشي اللي هو زيت لبان الذكر، انا بستخدمه ساعات بقعد فتره استخدمه وفتره ما بستخدموش خالص، عادي انا بغزاله يعني. اللي لاحظته بقى منه ان هو اول حاجه بيدي جلو حلو للبشره، واللي بشرته مجفه هيستفادوا من الجلو ده جدا جدا جدا. بيدي ترطيب عميق فعلا، بيفرق في الترطيب، بيفرق في الجلو والترطيب، بيدي نضاره تحفه للبشره، يعني نضاره فائقه، بيدي جلو، بيدي ترطيب كويس جدا. فهو شاطر قوي 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 في الثلاث حاجات دول، وبالذات في الجلو. يعني بحس ان انا مثلا لما اكون حاطاه كاني حاطه هايليتر نوع نضيف،
بس كأن ما فيش هايليتر على وشي. عارفين اللي هو الجلو الطبيعي ده صحة البشرة، عارفين لما البشرة تكون صحية اوفر، هو كده في الترطيب بيرطب بعمق، بالذات مع الزيت. يعني الخليط ده لو اتحط على بشرة جافة ينهر ترطيب، الدنيا هتبقى متظبطة في وشك على الاخر، يعني انت كده هتظبطي نفسك. النضارة زي ما قلت بيخلي البشرة كده نضرة بطريقة مش طبيعية، لا حقيقي نضارة ما بعدها نضارة، حاجة كده خرافية. بالنسبة للشعر ما حسيتش بفرق كبير، يعني في الشعر مش عارفة ما حسيتش بفرق عادي. اللي حسيت بفرق فعلا فيه الحاجتين كده مفاجأة، حاجتين بيطولوا الشعر ايه بو، وبيتقلوا الشعر بو، كمان زيت مرطب جدا للشعر، هعمل لكم ريفيو عنه، استنوا الفيديوهات اللي جايه عشان فيها مفاجآت كتيره جدا ووصفات كتيره جدا جدا جدا. في الشعر زي ما قلت لكم ما حسيتش بيه عادي، اللي هو عادي مفيش فرق خالص حصل في شعري، مفيش اي اندهاش، احطه زي ما احطوش عادي جدا. تعالوا بقى ننتقل للجزء، انا عايزه اقول لكم هو بيعمل الحاجات المكتوبه ولا لا. يستخدم في جلسات ترميم الشعر، هو ممكن يكونوا بيستخدموه، بس عارفين البنات اللي هو مفيش اي اندهاش، يعني انا عن نفسي زي ما بقول لكم جربته وعمل معاكم حاجه تمام، ما عملش معايا حاجه خالص. يضاف على البروتين، مش عارفه برضو الحكايه دي. تعالوا بقى لعلامات التقدم في السن، ماما اللي بتستخدموا لعلامات التقدم في السن، انا مش عارفه يعني ليه اي حاجه بتبقى لعلامات التقدم في السن ما بتعملش حاجه. ودي نقطه كده حابه اوصلها لكم، ان مفيش كريمات او زيوت ممكن تعالج خطوط الوش او تعمل اي حاجه في البشر الا الديرما رول او الديرما رورال، دي الحاجه الوحيده. ليه؟ لان انت بتغذي بشرك، انك بتغذيها، فالبشرة بتطلع كولاجين، بتطلع هي البشرة ذات نفسها بتطلع كولاجين طبيعي ممكن يخفي خطوط البشرة ومسامات البشرة، انما اي زيوت اي كريمات بالكولاجين ما اعتقدش انها تعمل كده، ما اعتقدش، يعني دي حاجة كده مستحيلة. الكولاجين ده عايزة اقول لكم ان هو، يعني انا مش عارفة اقولها لكم ازاي، بس يا جماعة مفيش كولاجين ازازه، يعني مفيش كولاجين في ازازه كده عادي وبتاخدي منه ورخيص، يعني الستة بستين جنيه، يعني عايزه تقولي لي ان الكولاجين الواحده بعشرة جنيه، البرودكت كله ده بعشرة جنيه، امال ليه بقى في حاجات غاليه؟ فاهمين قصدي؟ يعني ده اكيد مش كولاجين خالص، ممكن تكون تركيبه كويسه لترطيب البشره، تدي جلو تدي نضاره، بس خلينا كده تفكيرنا بعقلنا، ازاي في كولاجين هيداري العجز الازازه ب10 جنيه؟ فاهمين قصدي؟ هو ممكن يدي نضاره يدي ترطيب، عارفين الحاجات الاساسيه دي، بس ازاي فعلا كولاجين عادي صغير يداري علامات التقدم في السن؟ دي الفكره اللي انا عايزه اقولها من كل الفيديو، ازاي؟ فهميني، على الاقل لو كولاجين حقيقي بنطرات الذهب زي ما بيقولوا بالذهب، بتكون حاجه زي كده اقل حاجه عامله لها 2000 جنيه واصغر كمان من دي، اقنعيني انت بقى ان العشرة جنيه دول ممكن يغيروا لك وشك. عشان الناس بس ساعات ناس والله بتصعب عليا، طب اجيب ده بس يداري مش عارفه ايه، اصلا عندي خطوط هنا اجيبه ويداري. في ناس حقيقه ما بتكونش فاهمه، وده اللي انا طالعه اتكلم فيه. ناس بتهاجمني كتير قوي، انت بتتكلمي عن المنتجات الغاليه مش عارفه بايه، انت بتتكلمي، انا بقول الصراحه واللي ربنا بيقدرني ان انا اقوله لكم. والله عشان كده انا يعني ممكن ناس ما تحبش القناه، انت بتقعدي تقولي على ده لا او ده لا، وممكن اقول على حاجه رخيصه جدا حلوه عشان فرقت معايا. يا جماعه انا ما بحبش الكذب، ما بحبش الكذب، بحب المصداقيه في كل الفيديوز بتاعتي، انا بحب المصداقيه، فهتجيلي كده هتجيلي كده، مش هقول غير الحقيقه واللي انا جربته. فده كانت تجربتي مع ده، زي ما قلت لكم فرق معايا في الترطيب، فرق في الجلو، فرق في النضاره،
خطوط وش شعر ما فرقش معايا، عشان نكون واضحين. دي كانت براند جي كي، ما جربتش اي براند تانية، ما جربتش اي كولاجين تاني، جربت ده بس، ودي تجربتي مع الكولاجين ده. تمام، اتمنى الريفيو بتاعي يكون عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اتمنى الفيديوز بتاعتي كلها تعجبكم. ما تنسوش تعملولي لايك وكومنت العسل. باي، واستنوني في فيديو كتير.